الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ السلام عليكم يا جماعه، وحشتونا من الفيديو اللي فات او من اللايف اللي فات. اكيد من كام ساعه دول يعني وحشونا جدا فعلا بأمل ربنا. النهارده يا جماعه يوم المفاجآت العالميه، فيديو قنبله جديده، وسبحانك يا رب مدام هناء دي فيها حاجه غريبه كده. قال لك سر عند الله. اه والله اللي بينك وبين ربنا، قولي لي بتعملي ايه؟ ربنا واقف معاك قوي قوي قوي. ياه والله العظيم انت جميله وشفافه. كل ما بترفع ايديها لربنا بعد ما بيزيد عليها الظلم والافتراء والتبلي، ربنا بصوا بيستجيب لها بسرعه، معرفش ازاي كده بدون اي مجهود. سبحانك يا رب، من غير اي تدخل منها، هي بتبقى في حمى الرحمن ملاش دعوه بحاجه. وسبحانك يا الله، تلاقوا براءتها جات لوحدها من غير ما حد ما يجي ناحيتها، بقالها 3 سنين متحمله الظلم والتبلي والافتراء وقله الادب اللي بتحصل عليها، وما بتتكلمش، ساكته ومفوضه امرها لله. يسهروا ازاي يفكروا ازاي يدمروا حياتها ويخربوها، وتيجي نصرة إلهية من عند ربنا سبحانه وتعالى تنصفها. وبالمناسبة أهل السعودية يعني نشكرهم شكر جزيل، شكر كبير جدا، ناس محترم، هم دول فعلا بلد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا شكرا جدا 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 للمتابعة الجميلة المحامية اللي هي قالت لها أنا هتابع كل حاجة وانت قاعدة في مكانك سلطان الزمالك بدون أي مصاريف ولا أي حاجة. يعني فعلا دي أخلاق السعوديين، اخلاق اخواتنا العرب، هم دول فعلا بلد الرسول، فعلا بيتعاملوا بمعامله الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا لك قوي يا حبيبتي، هنوقفتك مع واحده مظلومه بتجيب لها حقها. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حبيبتي، ما يحكمش عليك ظالم ابدا ولا حد مفتري. الست دي جالها حقها، بصوا تلت ومتلت، يعني لو هي بتسعى ان هي تجيب حقها سبحان الله، والله العظيم ما هيبقى بالمنظر اللي بيجي لها ده ابدا ابدا. لا يمكن، حقها بيجي لها لغايه عندها لوحده كده، لوحده حاجه الهيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلينا ندخل في الموضوع يا جماعه. طبعا كلنا متابعين موضوع المول والارتريه والحوارات اللي كانت شغاله ودايره بقالها 3 سنين، وشرشوحه باريس واخده الموضوع تجاره بقالها 3 سنين، تنصب على القطيع اللي عندها وتقول لهم الارتريه المظلومه، وعماله تتاجر بقى بالموضوع ما اقولكوش شمال ويمين وايه. استعدي للقفه الكبير بقى يا شرشوح. اه يعني بصوا مبدعه بقالها 3 سنين بتكسب على قفه ما دام هنقف الموضوع ده، وشغاله بقى عليه ايه؟ طبعا موضوع الطيار خلاص اتهدم، موضوع اسبانيا واتعدم، كل المواضيع اتقفلت معاها. قفشة هي في حوار مين؟ الأرترية. طيب أنا طلعت قبل كده قلت لها إيه؟ طلعينا الفيديو اللي أنت شلتيه، اللي أنت نزلتيه قبل ما مدام أنا أصلاً ما تنزل أي فيديو عن السعودية، عملت نفسها من بنها. تقول لك أنا احتراماً ما رضيتش أم اسمها إيه دي؟ شنعاء ولا مين اتصلوا بيها؟ شنعاء خراطيم؟ لا 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 مش هزر، الفيديو اللي هو بتاع الاربع رجاله مش عارف اللي بيعملوه. يا صلاه النبي، اصل انت هشوف التبلي قد ايه. اصل انت لو عندك حاجه هتستري عليها. اه ده انت ما سبتيش حاجه الا لما قلتيها عليها. يا ريت بالحق، ويا ريت صدق، يا ريت ما انت قلتي انها قواده وان بناتها حوامل من غير جواز وانها عامله مساكنه وانها متحرشه عواجيز وانها وانها وانها، جت على الفيديو ده ولا هو عشان ما هوش عندك اصلا؟ لان هي ما بستش حد وممنوع في السعوديه، بص الرجاله والستات. فانت بتستهبلي مين؟ انت بتستهبلي القطيع اللي عندك، مش مشكله عادي. المهم خلينا في الموضوع الاساسي، طلعت انا قلت لك ايه؟ ازاي تنزلي فيديوهات هي اصلا ما كانتش لسه نزلت حاجه عن مول السعوديه؟ جبت منين الفيديوهات دي الا اذا كنت انت اللي بعت لها الارتريه بالسحر وبعت اللي يصوره؟ هو انا عبيطه؟ ده انا جايباكي من اولك لاخرك، وطلعت سوسو مرات برومه صدقت على كلامي لما شردتك وفضحتك وقالت لك هجيب لك موضوع زغلول صاحبتك، زغلول اللي راحت صورت مدام هناء في مول السعوديه. هنا بقى في علامه استفهام كبيره حوالين صاحبتك زغلول. زغلول دي مين يا ماما اللي راحت
مين يا صورت حبيبي؟ مدام هناء، قعدنا نفكر نفكر. مدام هناء قررت فجأة انها تفتح الصندوق الاسود، ونزلت فيديو قالت ايه، انا هفتح الصندوق الاسود وهتكلم عن موضوع المول والارترية والسحر اللي اتعمل لي، وهجيب القضية، هجيب بص هجيب العيد بدري، وهقول كل حاجة حصلت لي بالأسماء بكل حاجة. هي الشرشوحة طالعة جايبة وتقول لي هي دي الأرترية الحقيقية. الشرشوحة بقى لو عندكم غيرها قولوا. اه الشرشوحة بقى ركبها خبطت في بعض، عملتها على نفسيها. يا نهار اسود يا نهار اسود، دي هتجيب فضيحتي، ده هتجيب النصيبة اللي انا عملتها، ده انا اللي بعت الارترية بالسحر، وانا اللي بعت اللي راحت صورت واللي مثلت ان هي مدام هناء من ضهراء، وانا اللي عاملة الفيلم الهندي ده كله. يا نهار، ده انا هتفضح فضيحة عالمية. طبعا من ربكتها راحت عاملة ايه، راحت لشنعاء خراطيم وام حمار، الحقوني. طبعا حمارتين جارين جاموسة من السلبة، عملوا ايه؟ قالوا لها بس احنا هننقذك. فاكرين منصور مساعد الطوبي لما طلعت تقول لكم ده المحامي من راجحي مش عارفه ايه، فاكرين انتوا؟ وطلع حمود في النهايه كان جايبه واحد نصاب تبعها وقالت عليه ان هو جواز المحامي. السفر اللي طلعت من الميليش ده انت بلاوكي كتير يا بنت. هي بتروح لهم تقول لهم ايه، الحقوني باي نصيب. بلاوكي كتير والله. يقولوا لها بس مفيش اكتر من المشبوهين اللي تبعنا، نطلع لك اي واحده في اللايف بصوتها ونقول انها هي، يعني هم كانوا شايفين حاجه مش مشكله، زي ما جبنا ام دود وخليناها تعمل ان هي صاحبتها، مش مهم، نجيب لك واحده ونقول عليها مين اسمها مها، هي دي اللي صورت مدام هناء، وانت مالكيش اي علاقه بالموضوع خالص خالص، هي كده ايه اللي قعدت تدور عليكي وتدور على رقمك عشان تبعتلك الفيديوهات اللي صورتها بالصدفة البحتة لمدام هناء. ليه بالصدفة البحتة؟ عشان كانت معجبة بالمصحف اللي هي ما شافتش زيه قبل كده، وكانت عايزة تجيبه لستها، يعني مصحف من قديم الأزل هي كانت معجبة بيه وعمرها ما شافته، مع انه مشهور جدا في السعودية ومشهور في كل حتة، هي عمرها ما شافته، فصورت بالتفاصيل المملة كل حاجة في المول والكلام ده كله، وبعتت لك الصور وبعتت لك الفيديوهات بالصدفة البحتة. سبحانك يا رب. طب ما احنا بقالنا 3 سنين نقول لك فين اللي صورت وفين اللي عملت، عاملة نفسك من بره وتقولي ما بعتش حد ما اعرفش حاجه، وطلعت تكذبي سوسو وقلت ان انت ما بعتيش حد وما تعرفيش حد وملكيش دعوه بالموضوع. لما مدام هناء بقى نزلت الفيديو ده، رحت من ارتباكك رحت جايبه ديا الكومبارس الجديده وطلعتها معاكي في اللايف، تطلع تقول انها متابعه اسمها مها، وان هي اللي صورت مدام هناء في المول، وان هي اللي بعتت لك الفيديوهات. ليه؟ عشان نبعد التهمه عن زغلول، عشان ما ندورش مين هي زغلول ونكتشفها. بس انا اسكت؟ تعرفي عني كده؟ ابدا. تعرفي انا عني كده؟ لازم نطلع نتشكي بالقفل. ابسولوتلي. انا مصدقه سوسو مليون في الميه. قلت اما اروح ادور مين صاحبتك زغلول. اصل انا متاكده انها مدود، انها شرشوحه ابها. زغلول هي شرشوحه ابها، وهي اللي كانت في المول وصورت وعملت البلاوي السودا، وهي كمان اللي كانت جايبه الارتريه وعامله لها السحر ومديهولها بالاتفاق معاكي. فانتوا ايه عصابه مع بعضينا، ريه وسكينه، هي اللي مساعدكي في السعوديه، تمام تمام. فرحت انت ايه حبيتي تبعدي الموضوع عنها، تجيبيها في ايه، في واحده متابعه تانية اسمها مها، مها زغلول ايا كان بقى. رحت انا بقى مطلعالك زغلول. زغلول يا ولاد جبتها لها منين؟ عندها من كام سنة، من سنتين. زغلول اللي هي كانت مين الاول، اللي هي كانت ومضود وغيرت اسم الاكاونت لزغلول. يا جماله. قلت بس اما تتبع التعليقات اتفرج كانت بتقول ايه، ودخلت لقيت ان الاكاونت فيه 6 مشتركين. زغلول طب صورة الاكاونت، الله هي دكتورة. طب ما هي اللي طلعت في اللايف امبارح قالت انها دكتورة في السعودية. قلت بس جات لحد عندي بقى، قلت اما اتفرج، اتاريكوا يا علم يا قذرة واخدين صورة دكتورة نادية الغامدي من السعودية وحاطينها على صورة الاكاونت يا اغبية. واخدينها من النت. يا اغبية عشان تقولوا
ان هي اهي دكتوره ومن السعوديه وهي اللي صورت ومش عارفه واسمها مها. طب اسمها مها ازاي يا اغبيه يا اغبيه؟ شوف النصب، اصل النصاب او الكذاب غبي. هي دي بالنسبه للشرشوحه برميل غباوه. المفروض النصاب دايما بيتمتع بذكاء عالي، لكن دول بسم الله ما شاء الله الغباء عندهم وراثه. شرشوحه باريس المصب والمنبع بتاع الغباء، سبحانك يا رب. قلت لك كم مره لغايه دلوقتي ما تمشيش ورا شنعاء خراطيم ورا ام حمار؟ قلت كم مره لغايه دلوقتي؟ ما عندهاش، ما بتعرفش تفكر، ما بتفكرش. لا هي ما عندهاش مخ، هي بالنسبه لها دول احلى حاجه. هي بيقعدوها على المصطبه ترتاح ويدوا لها اللي فيه النصيب وشكرا على كده، بيشوفوا البامبرز وخلاص وتلبس هي. طب يا شرشوح، ايه رايك ان صوره زغلول، وانا على فكره في تعليق مثبت على الفيديو ده هتروحوا تدوسوا عليه، هتروحوا على القناة التانية هتلاقوا اكونت زغلول، هتلاقوا تعليقات زغلول عند الشرشوحة، هتلاقوا صورة نادية الغامدي الحقيقية الدكتورة الحقيقية اللي هي في السعودية بقى، اللي هم واخدين صورتها وحاطينها على اسم الاكونت على اساس ان هي دي اللي صورت مدام هناء في السعودية، وهم سارقين صورتها من تويتر، ولا هي تعرف حاجة. وان شاء الله تعرف، لان انا وصلت لها، انت عارفة ان انا ما بسكتش، بعت لها بصراحه ما خبيش عليك، وهي برضه هتتولاك، هي هتتصرف معاكي، اصل انتوا سارقين صورتها وبتلبسوها مصيبه من غير الست ما تعرف حاجه. يعني الست في حالها، دكتوره ليها وضعها في السعوديه، انتوا واخدين صورتها وحاطينها على صوره اكاونت وبتشتم في واحده ما تعرفهاش. ومش بس كده، ده انتوا ملبسينها مصيبه تانية، انها عملت سحر وان هي اللي صورت مدام هناء في المول، وان هي الشهاده اللي انتوا بتستشهدوا بيها وعاملين لها افلام هندي. فشرشوحه انت لبستي لابسه عنب، عنب ناديه الغامدي. طب هاتي يا بنتي صوره حد مغمور، هات لنا صوره اي واحده مش معروفه، لكن رايحين تاخدوا صوره دكتوره من السعوديه وتحطوها على اكونت بتاع ام دود باكونت فيك، وصوره ناديه الغامدي على اساس ان هي مها، على اساس ان هي المتابعه اللي صورت مدام هناء وهي اللي بعتت لك. صوت يا ماما غباوه، صوت يا ماما، صوت يا ماما. على ايه ولا على ايه؟ ام دود اتفضحت فضيحه عالميه، قال الله وقال الرسول وانا حمالة الحطب، ويوم الجمعة ما تنسوش ولعوا سورة الكهف. سورة الكهف، تعالي هنا سورة الكهف، تعالي يا جميلة يا اللي بتتكلمي بالآية والجيم. قوادة أبها، أيوة قوادة أبها، وبرضه شرشوحة أبها، عرفنا بلاويكي يا قوادة. أظن أنا جبت لكم في اللايف انت رئيسة الكل الشبكة، ووريتكم حسابها على تويتر، والاخت عامله ايه، بسم الله ما شاء الله، زواج متعه وسيار وكل حاجه، وتوصف بقى الست دي طويله دي مزيونه دي شعرها طويل دي بيضه، وهي طالعه لكم بايديها وتقول لكم صباح الخير على قلبكم جميعا، متابعه بلاوي سودا والتاتو يا لاوي ايه اللي انت عامله ده، انت مبدعه. اللي بيتابع بيتابع الحاجه اللي بتعجبه اللي هي بتلفت نظره، انت مبدعه اللي هو تبعها. انت الرئيسة، انت الرئيسة يا بنت، يا نهار اسود. انتوا شفتوا يا جماعة، انا عرضت لكم طبعا الفيديو هتلاقوه برضو في نفس القناة دي، شفتوا هي اصدقائها اللي هي متابعاهم وهم متابعينها، مين مين كلهم كلهم كده، مفيش حد محترم متابعاه. يا نهار اسود يعني والله العظيم، كل دول اصدقائي. انا افتكرت بالنقاب ده بقى متابعة الشيوخ، متابعة حاجات بتتكلم عن الجيل. اتاري انك لابسه النقاب عشان ما حدش يعرف شغلتك الاساسيه، اتاركي من الدريه يا اختي يا قواده. بسم الله ما شاء الله، انا لو منك ما تطلعيش تاني على اليوتيوب والله العظيم. اصل يا جماعه برضو بالعقل، هذا كان متابعينك المفروض يعرفوكي بالعقل يا جماعه، اللي بيقول لك يا محترمه انت عماله تذمي في مدام هناء وتقولي سمره ومش انت هتعرفيش ان دينك منع ان انت تتكلمي على تتنمري او تتنمري على شكلها، هو انت اللي خلقتيها بتتنمري على شكلها؟ تقول عند ربنا احسن منك، مش فاهم. وزوجك مش عارف عمل ايه، واهل زوجك ادوكي مش عارف، هو الدين بيديك الحق التدخل في شؤون الناس ومعايرتها
بتاع ايراد على الاقل اصدقاء محترمين تقول لك جينا ومش عارفه ناس محترمه ناس محترمه ما فيش حد ليها زي اللي انت بصاحبها ومتابعاه انسانه خلوقه اللي انت مشغلاهم تحت ايدك ده انت قواده انت متخيله انت فاهمين يعني ايه ده انا اول مره اشوف حاجه زي كده تقول لك جوزي كان غني فورثت عنه ورثت عنه ايه يا بنت هو كان مشغلك في الموضوع ده بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ بسم الله انا دايما اقول كده النقاب بريء منك ومن امثالك انا دايما اقول كده النقاب يا اما يكون على حق يا اما يكون مداريه وراه مصايب سودا كيفه طب انا يعني حد يدينا عقله كده شرشوحة باريس في واحده محترمه هتصاحبها قولولي يعني ادوني عقلكم في الاول نقرت ان هي تعرفها فاكره شرشوحة باريس اللي هي شغاله مع حمود في شارع بجال اللي انا جبته لكم حمود اللي كان عامل شخصيه المستحمر المزيف ها وانتوا عارفين ده شغال ايه في شارع بجال وجبت لكم حياته كلها فواحده بتعرف واحد زي ده غير ميسيو سيرج اللي دخل بالورد البيت وبابا عادي وماما عادي مفيش مشكله هي رئيستهم ام دود جاي بسم الله ما شاء الله من القرعة للتانية للشرشوحة كله تابع ليها اللي تمرجية الحقن كله تابع ليها ايه القرف اللي انتوا فيه كل ده؟ كل ده عصابة انت مكونة وتقولي علينا عصابة انتوا مستنقع إعارة مستنقع ده غير وكر اسكندرية أنا والله العظيم أنا جايبة حياتكم من الأول في ايه ده أنا أكتر من كده؟ المرة دي بقى بالدليل ده انتوا اتفضحتوا فضيحة عالمية عالمية أقسم بالله يعني شرشوحة أبها طلعت قواده وبالدليل اهو صاحبه مين شرشوحه باريس طب شرشوحه باريس النصابه اللي جايبه واحده تقول لكم ان هي اللي صورت مدام هناء واحده نصابه تبعها برضو اللي طلعت بصوتها امبارح في اللايف انتوا ايه انتوا عصابه انتوا عصابه قذره عشان الغلبان اللي عمالين جايبين يا عيني بيتبلوا عليا انت بتعملي كذا اللي فيهم جابوه فيها تخيل الست المحترمه اللي بتصلي وعارفه ربنا اللي فيهم جابوه فيها ما هي ماما كلم كده تلهيك واللي فيها تجيبه فيك هما كده ده كل حاجه فيهم قالوها عليها انتوا ازاي عينيكوا واسعه وبغحه كده بجد والله ازاي بتقدروا تجيبوا ذكر اسم الله على لسانكم وانتوا افعالكم كده بالطريقه دي وبالقذاره اللي انتوا فيه ازاي انا مش قادره تتكلموا عن الناس النظيفه اصلا ده اللي بيعمله ربنا فينا ده مش من شويه والله من الفجر اللي فيكم انتوا ازاي بتتكلموا عن الناس النظيفه جايلكوا قلب ولسان منين تتكلموا عن الناس النظيفه قذرين ده انتوا شله قوادين وعاهرات بسم الله ما شاء الله والله ما فيكوا واحده نظيفه شرشوحه باريس القرعه ام دود ايه ده انا اتخضيت والله العظيم انا اتخضيت ايه اللي انتوا فيه ده ايه ده المستنقع القذر ده ايوه الموضوع ده لو راح للسعوديه كفيل ان هو ينزلك وهيروح يا اللي بتتريقي وبتقولي انت لا كفيل انه ينزلك على فكره ومدام هناء بتتكلم بجد ومش هتسيبك وهي بالادله يا مدام هناء ان هي كلامها في الهوا ولا في اي حاجه من اللي روحوا شوفوا التعليقات اللي عند البوستات اللي منزلها مدود اللي هي منزله بقى فيها صور الستات بتاعت الزواج المسيار في رجاله بقى معلقين بيقولوا ايه ام دود نصبت علينا ما بعتت لناش الحرمه بتاخد الفلوس وممكن ما تبعتش الحرمه كمان متخيلين بسم الله ما شاء الله والله انا خايفه احسدك نصابه يا والله عرفتي انت الخير اللي بتقولي عليه ده منين من الحرام يا بنت اكرملك الهي بسم الله انا عايزه حرام ان يعني انت كده ارجع في وشك بتسيئي للمنقبات والله حرام والله العظيم كل ما بشوفك بحس ان انا عايزه ارجع لا ومسمياني حملت الحطب يا حول ولا قوه الا بالله انت اصلا ما ينفعش تذكري اسم ماما على لسانك انت ممثله يا بنت ما ينفعش وللاسف متابعينها مصدقين لا ما هم بعد الفيديو اتمنى بعد الفيديو ده بقى تعرفي التعليق يا جماعه مثبت فاول تعليق مثبت الفيديو اللي فيه الادله بتاعه القواده دي فيه الاكونت بتاعها والاكونت بقاله كتير ها وعليه مش عارفه 28000 تغريده ولا 18000 تغريده اظن مش ممكن اكون انا اللي عامله لها وبقاله سنين ها من قبل انا ما ادخل في الموضوع اصلا تمام هتلاقوا بقى ايه خشوا على المتابعين عندها كده اللي هي متابعاهم اصدقائها هتلاقوا بقى كل اللي هي مشغلاهم تحت ايديها معاها بسم الله ما شاء الله خشوا بقى واستمتعوا وعيشوا حياتكم وهتلاقوا اسمها كده على تويتر منور بصورتها برقم الواتساب بتاعها بكل حاجه
ما فيش حاجه الا لما موجوده فيها. عرفت يا بنت؟ هتلاقوه في اول تعليق مثبت على الفيديو ده. القذر مش مدام هلا ده، انت يا قذره يا سفله، انت وشرشوحة باريس. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عاهرات للاسف وتلموا على الست الغلبانه المحترمه. مفيش حد فيكم محترم، كلكم اشكال ضاله شكل بعضيكم. طيب كده كام فضيحه لغايه دلوقتي؟ شرشوحة باريس اتفضحت بحوار زغلول، وان هي طبعا اللي مدبره حوار المول والسحر والارتريه بالاتفاق مع زغلول اللي هي ام دود، والقرعه كده كده فضيحه من الارض للسماء، ولسه في مفاجات اتيه ما تعرفوش انتوا لسه عنها حاجه في الكواليس. تطلع قنوات لسه. ام وشين عامله فيديو. عرفتي برقت من ايه؟ برقني. عرفتي برقت من ايه؟ ام وشين عامله فيديو حلو قوي يا جماعه عن مدام برقني. برقني. خشوا شوفوه واتفرجوا كده. اديكوا بالادله بردك طلع كل حاجه بتاعتك كنت خايفه منها. اديكوا اتفرجوا. برقنا جينا برقناكي. شيلوا بقى. ولسه زياره مدام هناء للسعوديه. شيلوا. ده انتوا نهايتكم سواد. نهايتكم سواد. في متابعه محاميه اتصلت بيها. ربنا يسر. ست سكتت كتير قوي وسطرتكم كتير قوي، لكن انتوا راصدكم من الستر. المشكله اللي فيهم بيجيبوه فيها حول ولا قوه الا بالله. ما تداروا على خيبتكم وتسكتوا توكسوا. بتفضحوا من بتفضحوا نفسكم. ربنا فضحكم. توكسوا كتكم. والله ربنا فضحكم بمنتهى السهوله. عايزين نشوف بقى الحملات بتاعه التطهير والكلام ده. عايزين ان حد ياخد اجراء كده، يروح السفاره ويعمل بلاغات ويعمل بتاع. ما اصل دي مصريه المفروض، ولا وانا عامله نفسي نايمه. اشوفكوا على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.